صباح الخير، صباح الخير، كيف حالكم يا اصدقاء؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ديري بالكم على حالكم وعلى اهلكم. احنا لساتنا في مكاننا، لساتنا في الكوارنتين، ولسه الدنيا ماشي معانا زي ما هي ماشي معاكم. وطمنونا عليكم، اليوم هو يوم الاجازه تبعي، يعني اليوم انا مش راح اطبخ يا اصدقاء. اليوم انا قاعد احط رجل على رجل، والشباب هم اللي راح يلفوا ورق العنب. اليوم راح نعمل ورق عنب ان شاء الله. هل ممكن اللحمة تنطبخ بمية البصل فقط؟ يعني هل ممكن نسوي طريقة انه تطلع تحط بصل ولحمة بس ولا اشي تاني على الغاز او على النار او على الحطب وتطبخ اللحمة فعلا؟ اللحمة تنسلق من مية البصل راح تطلع منها؟ شو التكنيك اللي ممكن نسويه يساعد على هذا الموضوع؟ هو هذا اللي حنسويه في حلقة اليوم. المهم احنا عندنا هذا الكتف اللي هو كتف الخروف، راح نحطه مع كمية كبيرة من البصل راح يقطع لنا اياها المبدع عمر. هاي المبدع عمر، لحظة، هاي هناك أسامة. نعم، نبلش في البصلية يا أخوي. يا رب يا ربي. هاي طنجرة، سنة شوي سنة. عمر، كثير بصل سويت أنت اليوم حبيبي. يا عمر تسلم. أسامة بالله خلينا نقطع كل الأشياء اللي بدنا إياها لحشوة المحاشي. شوف، رز، لحمة، طماطم، بقدونس وبهارات، عشان ورق العنب بحب الدهنة والدهنة بتحب ورق العنب، فرح نطبخ ورق العنب مع ريش. جبت راك أوف لام ريبز، اللي هي اللام تشوبس، عفوا راك أوف لام. نفتحها هيك من الربز، من هون، من بين كل واحدة وواحدة بالسطور. في سواطير، سطوي، سواطير، ايش جمع سطور يا اخوان؟ صيام وبصل وكورنتين وجمع سطور مع بعض كتير هيك علي. فهاي راح نسويها مع الورق عنب، بنفوت شوي في الموضوع ونحضر الخلطة اول اشي للشباب، بعدين انا حقعد هناك، ارباب كبير ما في خوف من كفيل، يجلس هناك سوي كل نفرات، سوي شغل شغل شغل. انا ما في شغل بابا اليوم، كله نفرات شغل، انت سوي شغل زيادة انت اليوم. طيب أسامة. نعم. شايف هاي الفتيلة؟ شايف. هاي بدنا نحطها بين طبقات الورق عنب، راح أشرحها ونصير نحطها بين طبقات الورق عنب، والعظم هذا ممكن نحطه تحت. الحين يا أخوان اللي بدنا نسويه هو بدنا نحاول إنه نطلع مية البصل. أعطوني زيت زيتون، نستخدم شوية زيت مش كثير. شوية زيت يا أخوان، شوية زيت بس. شوية زيت ما نكترش. ففي البصل بنعطي البصل ملح لما بدنا البصل يطلع ميته، فاحنا الحين حنحط ملح كثير. يعني قديش كثير؟ يعني ممكن نجيب هاي مثلا، هاي كلها زي هيك، هاي مبدئيا لسه قدامنا اكثر كمان. أيوة. البصل كله خلص، ايش كمان؟ لسه ضايل كيس بصل زياده احتياط، بس حنخليه شوي لحد ما نعرف ايش حصير معنا. يا اخي حاس بدنا بصل كمان، لازم بصل زياده. يلا يلا خلص لي الكيس هذا، الله يرضى عليك. نزلها على البصل زي ما هو، كتف الخروف زي ما هو. اوه، في فكرة مهمة يا اصدقاء، فكرة مهمة، فكرة مهمة جد. لازم نغطي الطنجرة، ليش؟ لانه اذا ما غطيناها الدخن او المي اللي قاعدة بتتبخر كلها راح تطلع برا، فهيك احنا قاعدين نخسر السوائل اللي قاعدة بتجينا من البصل. فلما بدنا نسلقها لا احسن نسكر عليها، كل السوائل لما تطلع ترجع مرة تانية على القدر. طيب، سكرنا على هاي على نار متوسطة يا اسامة. يا اخوان انا قاعد بحفر حبه بتنجان كبير كبير كثير كبيره، مش راضي تدخل هاي الجوة. تجهيزات الحشوه، الرز نقعناه، انا ما بحطتش اللحمه كلياتها بالبدايه عشان يا ابني بتحط لحمه قد الرز بس، تقريبا قد الرز، عشان الدهن اللي حتطلع من اللحمه وتصغر هي اللي حيشربها الرز ويكبر، فبدك توازن المعادله جوا الورق عنب، جوا حبه الورق عنب. كمون، حط لي دبس رمان، حط دبس رمان. شباب ممكن يصفوا لي اياهم طوابير، كل الحضور في المكان عندنا صفوا لي اياهم طوابير قيام قعود تاع طابور الصباح عشان يلف ورق عنب. طيب، كل واحد وحده، كل واحد من اللي حيلف وحده. الحين بدنا نسوي الورق عنب، الورق عنب. شايف حبة ورق عنب اللي بتاكلها في البيت هيك وعارف تاكل لك 300 حبة وتطلع مع اصحابك ولا كأنه في شيء؟ اليوم حتحس قديش امك تعبت في تربايتك في لف الورق. يعطيها العافيه، يعطيها العافيه. بتحط هاي على اول شيء، شوف كيف وين حطينا الرز هون. شايف. بتبلش تسكر عليه من ورا من الاجناب، كيف ما يكون شكل حبه الورق عنب، اهم شيء توصل للمستطيل هذا بالنهايه. نعم. اللي هو تسكر عليها من فوق، والحين تبدا ايش تسوي؟ لف رول، لف 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 دان. مساء الفل هندسه حبيبي، اليوم بدنا نهندس ورق عنب. الوجه اللي فيه عروق لجوه
شايف هاي الكميه كبيره، ايش بده يصير في اللحمه جوا؟ الرز بده ينفش لان اترك له شويه مجال، فما بنشدش عليها كثير كثير. شايف كيف الاطراف تخليها شيء دائري بس. حلو الكلام، الله عليك الله عليك. احلى بدر حيلف ورق عنب اليوم. صديقنا بدر من البحرين اليوم حيلف ورق عنب. ايش بتسموه؟ ورق عنب صح؟ اي ورق عنب. ورق عنب خلاص. الحين بتسكر عليها اول شيء من الجناب. انا ما بعرف الفهم، بجرب حظي مع اول وحده بعد ما يجي المعلم يعلمنا. يا اخوان عمر مش لافه في ورق عنب، عمر لف الطنجره كلها في ورقه واحده. طلع اسامه يا اخي انا طلع. لفتها بتشبه الشاورما، اللي هو لف زي لفه السندويشات، زي لفه تسكيره. أيوة. اي شيء على بعضه. سامة شوف سامة، واو قاعدة تنسلق يا صاحب. يا سلام قاعدة تنسلق والله. شوف المي، شوف المي يا اخوان. سكر عليها سكر سكر صح سكر صح. المفروض الحين نسكر عليها كثير كويس. متذكر في ايرلندا يا اصدقاء، بتعرفوا الشيبرز باي اللي هي فطيرة الراعي اللي هي بطاطا ولحمة مفرومة من تحت؟ في ايرلندا اكلناها بالطريقه الايرلنديه، بيعملوها بكتف الخروف المنسل، يعني بيطبخوا كتف الخروف بعدين بنسلوا اللحمه مع الصوص المرقه اللي كانت معاها، بعدين بحطوا فيها البطاطا وبخبزوها. فاحنا هاي كنا ناويين نسويها على فطور بكره، فاذا كانت اللحمه هاي تاعت البصليه كويسه بنستخدمها في عمل ال في طرق كتير في العالم لعمل المحاشي، كتير كتير يا أخوان. بين كل بيت وبيت في فلسطين أو في الأردن أو في مصر أو في العراق أو في الخليج أو في أي مكان بيعملوا محاشي، بين كل بيت وبيت في اختلاف في الطرق. فالأساس واحد اللي هو أنه نبتة رح نحشيها رز وأشياء تانية. في ناس حتى ما بحطوش لحمة، في ناس بحطوا، يعني تختلف المذاهب، بس الطريقة واحدة أنه نبتة وبدنا نحشيها. أسامة بدنا نجيب تقول صحن ولا إشي ولا أولا أميغو أميغو. لما نيجي نعصر الليمون يا أميغوز، لو عنا حيط سوي هيك على الحيط للليمونة، لو عنا طاولة تعال أورجيك أورجيك. تعال الفرق بين الطاولة والحيط، الطاولة والحيط إيش بتسوي؟ بتسوي زي هيك. طيب ما في طاولة ما في حيط إيش بنسوي؟ تعال الجهة الثانية أورجيك، تسوي زي هيك وبتحط الليمونة هيك دبل دبل هيك على إيش؟ على المحاشي. ما حطينا بهارات يا إخوان، ما حطينا بهارات. يا قوم انا اعلن اعتزالي من هذا المكان. سامة سكر عليها انت، قد ما تقدر تحط عليها اثقال حط عليها. سامة انت تستطيع. نستطيع والله، انت تستطيع. نحن نستطيع. عارف ايش ما تستطيع؟ الاشي اللي ما تستطيعه انك تفوز عليه في البوكر الليله. بدها وقت والله. خلينا نلعب بوكر. قوم اليوم مش بوكر. اليوم ايش اللعبه؟ اليوم طنيب. طيب يا اصحاب الحين ايش ايش وين باسل افنى حياته في الجامعه كلياتها؟ في هاي اللعبه. اللعبه بتعتمد على الشراكه. في الطرنيب دائما كل واحد بيعتز بشريكه، شريكه هو اللي بيفهم عليه على الطاير. هات يا صاحبي هات. يا استاسل انت حسن. انتوا بتغشوا من تحت الطاوله. حكيت لك ما عنديش منه، قلت عادي عادي. هو عمر انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله انك تغش، بس غش بذكاء شوي، بس شوي ذكاء. شكرا. يلا 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 اقلب اللي بدك اياه انت، بس هاي الصينيه بتكفي. اسمع اسمع بس تقلبها، خلي الطنجره عليها ما تشيلها. بتكفي هاي؟ احنا ما حسبنا حساب هاي المرحله. ما بتكفي صح؟ فيش عندنا صينيه اكبر. ما في صينيه اكبر. لا ما هو الها حواف هاي. يلا بسم الله. واحد اثنين. الله عليه ملك. الله عليه الله عليه. خلص بس خلي خليها هون، خليها هون. حلو 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 يا اخوان. شكل اللحم اللي نازله منها يا اخوان يا اخوان يا اخوان، منظر البصليه في لحمه قاعده تنطبخ على البصل من 3 ايام يا اصدقاء. طلع واي 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 واي. بدها كمان ساعه كمان ساعه، لسه في مي كثير. عارف لسه في مي كثير، نرجع نسيبها كمان قديش صار لها 3 ساعات، نسيبها كمان ساعة ونص ساعتين على نار واطية.
يا جماعة عمر بده يسوي ستيك للسلطة تاعته، فنشوف منظر الستيك اللي حيطلع معاه. يلا عمر حبيبي يلا تألق بالستيك. عمر قاعد بعمل ستيك، قاعد بخبص في الستيك تخبيص. ايش بخبص؟ عمر 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 شيلها على النار بسرعة بسرعة. لا تمسك. لا والله غلط والله غلط والله غلط والله غلط. الستيك اللي جايبها ما فيهاش دهون كتير وحاطط زيت كتير قليل وزبدة. شوف الزبدة قاعدة بتنحرق منه، حتصير بنية الحين وحتنحرق. ليش؟ لأنه اللحمة ما نزلت فات كتير. أنقذك، حط زيت، شيلها عن النار وحط زيت. جيب زيت، جيب زيت زيتون بسرعة. لا تمسك الستيك تبعتي. كم حلقة ستيك؟ كم فيديو ستيك لازم نعمل؟ كم مرة لازم نحكي عن الستيك عشان تنعمل الستيك صح؟ حط فلفل على الستيك، فلفل حاطط، فلفل حاطط على الستيك. مندي قاعد بعمل، مش قاعد بعمل ستيك. حبيبي الستيك غزاوي، ستيك أحمر الحاج. ستيك غزاوي. طبختها ثلاثة بثلاثة بتريحها ثلاثة، طبختها خمسة بخمسة بتريحها خمسة. مش عكيفك تريحها خمس دقايق. ريحها دقيقة واحدة بس وقصها عشان هاي خلص تكون حرارتها صح. يما 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 مين علمك ستيك؟ نفسي اعرف مين علمك تعمل ستيك. هو اللي ايش السلطه اللي منيه اللي سويتها؟ سلطه عمر سيدي. جاب اللي فهمته، جاب الاشياء اللي هو بحبها حطها. الاشياء اللي هو بحبها وحطها، مش الاشياء اللي داخل بالسلطه، لا الاشياء اللي هو بحبها. كريمة الورق عنب بتاكلوه في مصر؟ بتاكلوه كثير صح في مصر؟ مش بس الكرنب اللي هو الملفوف، بسوي كمان ورق عنب صح؟ كيف بالله عليك سلطة؟ لا لا لو ما بدو اياها يجيبها هون. ايش سلطة زاكية؟ الصراحة زاكية. عمر 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 شفتها؟ هيها الريشة، هيها هيها الريشة، هاي هاي. ايوه ايوه لف هناك، لف هناك على صحن كايرو، حطوا له اياها على صحنه، على صحنه بسرعة، صحنه صحنه صحنه. بس هو كايرو كان حاجزها من اهلين. I love you too. صدقني يا عمر لاكل السلطة عشان خاطر. البتنجان واو والله العظيم، البتنجان لا تحتاج الى اسنانك صح، لا تحتاج الى الاسنان في مضغ البتنجان. سامع عمرك قرات هذا الكتاب صح ولا لا؟ الأكل كتير زاكي يا جماعة. شغل جماعي والله، شغل جماعي. يعطيكم العافية أصدقاء، وادعوا بس إنه البصلية اللي على النار تخلص على خير على آخر السهرة إن شاء الله، على السحور بنشيك عليها، نشوف تفاصيل البصلية هاي كلها في الحلقة الجاي. وشكرا، يعطيكم العافية يا إخوان. إحنا قاعدين وإنتوا قاعدين، وإحنا كورنتين وإنتوا كورنتين، نغسل إيدينا أحسن. يا قوم انا اعلن اعتزالي من هذا المكان. سامة سكر عليها انت، قد ما تقدر تحط عليها اثقال حط عليها.